علموني شلون احب ابن الزكيه وام الابيه. الله يرحم والدي وام الابيه، علموني شلون احب ابن الزكيه، خدمتي نور راسي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام عليكم مشاهدي فضائية الإمام الحسين عليه السلام. كما تشاهدون لازلنا في طريق الإمام الحسين عليه السلام، وهذا الامتداد البشري إلى ضريح الإمام الحسين عليه السلام. حلقتنا اليوم راح تكون عن بيان أهم المظاهر التي كانت متبعة في الإعلام الأموي أيام حكم الأمويين عليهم لعان الله، وأيضا مع الدكتور والباحث في الأكاديمية المختص في التاريخ الدكتور علي البهادي. حياكم الله دكتور. حياكم الله دكتور. اليوم أريد أن أعرف المشاهد ما هي المظاهر الإعلامية اللي كانت تستخدم أو مستخدمة في الإعلام الأموي آنذاك. نعم، استخدمت الكثير من المظاهر الأموية، ومنها هي وأهمها البيعة. البيعة إذا أريد نرجع إلى تاريخيا، البيعة تمثل أنه أنا أبايعك في الأمور السياسية والدينية. نعم. هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل استشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير الممكن أن يترك الأمة بدون خليفة. لذلك استخدم مظهر من مظاهر الإعلام وهي البيعة. نعم. في ذلك الوقت. نعم. استخدم مركز إعلام مهم في ذلك الوقت وهو الحج. لماذا الحج؟ لأنه موضع تمركز الجماهير في ذلك الوقت. كان الحج والأسواق بأنه موقع تمركز الجماهير حتى الكل يكون مستقبل. نعم. للرسالة الإعلامية في ذلك الوقت. فاستخدم الحج وسيلة إعلامية لإبلاغ المسلمين لأن يكون الشخص الخليفة من بعده الذي يمثلهم بالأمور الدينية والسياسية. لذلك اختير الإمام عليه السلام بعد ما جاء في النص الإلهي، وقال بعد أن جمعهم بموضع طرق ما بين مكة والمدينة وهو موضع الغدير، وقال هذا مولاه، من كنت مولاه فهذا علي المولاه، اللهم والي والمولاه وعادي من عاده، وانصر من نصره واخذ من خذله. والكثير وبايعهم ما يقارب في الروايات بأكثر من 100,000 في ذلك الوقت. بعد هذه الأمور القضية يعني أصبحت البيع من المظاهر الإعلامية الإعلامية، وكانت تقام بصورة أو أخرى أو بشكلية عن طريق الشورى. في العهد الأموي تغير هذا النظام، فأصبح من الشورى بين المسلمين إذا صح التعبير إلى إنه شنو؟ إلى حكم وراثي. هذا الحكم وراثي ابتدعه معاوية، وهو نظام ليس بجديد، هذا استنبطه من الحكم البيزنطي الذي كان قائم على التوريث في ذلك الوقت. فقد عين يزيد وبث الكثير من الخطباء والشعراء والفقهاء للترويج لبيعة يزيد في ذلك الوقت. علما أنه يزيد لم يحصل على بيعة. نعم نعم، يزيد لم يكن مؤهلا للخلافة، حتى أن الكثير من البيت الأموي مروان بن عبد الحكم قال له ويحك فهنالك نظرائك في قومك، يعني انه يزيد ما مستحق لهذا يكون خليفه. طيب احنا المظاهر الاعلاميه قلنا البيعه. نعم. اكو مظاهر اخرى بعد موجوده بالاعلام الاموي. العفو، بس خلنا نكمل البيعه. نعم. البيعه اكو الكثير من الفقهاء ولا بايعوا، لكن الامام حسين ليش ما بايعه؟ عندما قال مثلي لا يبايع مثله. نعم. انه مثل الحسين عليه السلام ف
فنده بهذه القضية، فنده إعلاميا أي منه مثل الإمام الحسين عليه السلام، الخليفة ابن الخليفة الوصي ابن الوصي، لا يبايع يزيد شارب الخمر خارج عن طاعة الله في ذلك الوقت. طيب دكتور، بعد ما تكلمنا في المظاهر الإعلامية أخذنا البيعة، أكو مظاهر أخرى أيضا كانت موجودة؟ نعم، كانت مظاهر كثيرة، منها المظاهر الإعلامية في ذلك الوقت هي المجالس، المجالس التي اعتمدت، كانت المجالس تقام وين؟ كانت تقام في المساجد، المسجد مظهر من مركز إعلامي مهم في ذلك الوقت. نعم. ومظهر إعلامي، ليش مظهر إعلامي؟ تقام به صلاة الجمعة، يقام به الأذان، تقام فيه صلاة العيدين في ذلك الوقت، كان مظهر من مظاهر الإعلام في ذلك الوقت، يعبر عن حالة الفرح والسرور وإعلان الحرب. كان إعلان الحرب ينطلق من مراكز تجمع المسلمين أو إذاعة المسلمين، وهي المسجد في ذلك الوقت. الهدف منها هي تخويف الناس وعدم القدرة على مجابهة السلطة في ذلك الوقت. طيب يستعرضون بأي شيء؟ يعني يستعرضون القوة العسكرية؟ يستعرضون بالقوة العسكرية، يعني كل استعراض الجيش اللي موجود حاليا، يستعرضون بالجيش، وعادة ما يكون استعراضهم كذلك عبروا الاستعراض أنه عملوا على ترويج للقتال في ذلك الوقت حتى يستخدموا سياسة الإلهواء. لذلك أنت تشوف الفتوحات في ذلك الوقت وصلت ما وصلت لها. ما نقول إحنا إنه الهدف منها الكلي هو نشر الإسلام، لا، الهدف هو الحصول على المغانم وتلهية المجتمع في ذلك الوقت. طيب أيضا أكرر سؤالي، هل لا تزال هناك مظاهر أخرى موجودة في الإعلام الأموي؟ نعم، قلت لك اكتفوا بهذه المظاهر؟ لا، واحدة من المظاهر هي مظاهر التشهير والتمثيل. قلت لك إنه مثلوا بالأجساد الطاهرة عليهم السلام وأهل بيته، عندما انتشار الرعب والخوف، انتشار الرعب والخوف ذلك. قبل هذا أنه ألقي من القصر وهدم الدور واستخدمت تصفية جسدية بحق كل من يعارضهم في ذلك الوقت. نعم. دكتور علي، قبل أن نختم حديثي مع جنابك الكريم، ماذا تحب أن توجه كلمة لمولاك الإمام الحسين عليه السلام؟ والله الكلام والمجلدات والسطور قليلة بحق الإمام الحسين عليه السلام، ذلك الإمام الذي ضحى بنفسه وبعياله من أجل نشر ومبادئ وحقوق الإنسان، الذي قائم على شعار وهو الشعار الذي بقي خالداً إلى اليوم، وهو شعار الكرامة وشعار الإنسانية وشعار حقوق الإنسان، وهو هيهات هيهات من الذلة، أي عدم الرضوخ إلى الحاكم الجائر وعدم الرضوخ إلى الظلم والاستبداد في كل الأزمنة والعصور. شكراً، أحسنتم. طيب الله أنفاسك وعظم طيب الله أنفاسك الأجر. من أنت يا حسين؟ من أنت ليسير إليك هذا الطوفان البشري الكبير الشلال المتدفق نحو ينبوع المغفرة وينبوع الشفاعة؟ السلام عليك يا سيدي ومولاي. شكرا لكم أحبتي مشاهدي فضائية الإمام الحسين، وعلى الملتقى إن شاء الله.